واحد من ارقى فروع الملابس على الدائري الشرقي. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. نيو ماكس يقولون حرقنا الاسعار من 40 الى 70% التخفيضات في الفرعين الموجوده في الرياض، فرع الربوه على الدائري الشرقي وفرع هيا النهضه على شارع سلمان الفارسي. العروض والاسعار والاصناف السنابات القادمه. نيو ماكس حرق الاسعار حرق من 40 حتى 70% التخفيضات على أصناف مختارة طبعاً في الفرعين اللي في الرياض. أبى أصور لكم التخفيضات اللي عندهم، ومعروفين أيضاً بأقسامهم المتنوعة واختياراتهم الراقية. تشوفون الأفرهول اللي هنا، نيو ماكس حرق الأسعار حرق، تخفيضات قوية عندهم 9 ريال. إي نعم، ويجي منه عدة ألوان والسعر 9 ريال فقط. حتى خيارات الأفرهول اللي هنا النسائي وبكم، نيو ماكس يقولون 9 ريال فقط. كان سعره 172 ريال، الآن 9 ريال. 9 ريال ويجي من عدة ألوان. حتى الخيارات اللي هنا 9 ريال في نيو ماكس. حنا في فرع الربوة 269، 9 ريال. شوفون خيارات البلايز النسائية اللي هنا، ستاند كامل أي قطعة في نيو ماكس 9 ريال، فيه الكم الطويل، فيه النص، في خيارات وأشكال وموديلات، وعلى 9 ريال. 99. شوفون السعر من 99 إلى 9 ريال هالستاند بالتحديد. الخيارات اللي هنا، البديات، أيضا الشورتات، أيضا البناطيل 9 ريال فقط. كان ب30، حاليا 9 في هذا الستاند. شوفون خيارات الفساتين، الستان اللي هنا بكم؟ 9 ريال. 9 ريال 154 فقط إلى 9 ريال، ويجي من خيارات وألوان، حتى الألوان الرسمية زي ما نلاحظ نشوف على 9 ريال. اللي هنا بعد بتسعة؟ 9 ريال. 9 ريال يا سلام، 179 قدامكم وب9 ريال في هذا الستان. شوفون خيارات البلايز اللي هنا، أقولكم شيء، كل هذا الستان السعر قبل 102، الآن 19. واحد. يا سلام. اثنين. يا سلام. ثلاثة. أربعة. أربعة استاندات. جميعها 19 ريال. خيارات وموديلات كثيرة جدا. كم هذا كان؟ 19، كان أول 85. قدامكم على 19. أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم، ما هو موديل ولا موديلين ولا ثلاثة. 79 الخامة التركية الآن 19 ريال. 19 ريال، وعلى مد النظر المشجرات الآن من 99 إلى 19 ريال. خيارات في نيو ماكس وعلى 19، كامل 19 ريال. يا سلام. إلى هنا بناطيل الجنز وتنانير الجنز كامل يا جماعة، والخيارات على 29 ريال في نيو ماكس. عينكم على السعر اللي قبل 119 ب29، ولا انتهينا كامل. كل هالخيارات وألوان كثيرة جدا، حتى البناطيل التنانير كلهن جنوز. متخيلين يا جماعة، بناطيل الجيشي والجنوز والأسود بكم؟ 29 ريال. عينكم 29 ريال. حنا وين؟ ولهم فرعين في الربوة وأيضا حي النهضة، حتى اللي هنا المشجر مشجر على 29 من 100 و120 إلى 29 الستاند كامل، ما هو بقطعة ولا 5 ولا 10، 29 ريال هالستاند، ولا انتهينا. حتى البناطيل اللي هنا، الليجنز، الستريتش، كلها ب 29 29 ريال 70 و129 الى 29. وحد من الاسعار هذه الاسعار، ستاندين ثلاثه بمناسبه اليوم الوطني، صدمه في الاسعار. 49 الفساتين اللي تشوفونها قدام، شوفوا السعر اللي معها قبل 179 كان، الان هذا مثلا مثال 149 ريال، ولا هو على موديل ولا موديلين. كل هذه عينكم على الاستكرات 49، مشجرات 49، كلها يا جماعة بلا استثناء على 49 ريال. يعني بالله هذه كانت 189، شوفون 189 الآن 49. شوفون الخيارات، استفيدوا يا جماعة، هذا القسم نقدر نقول عليه فلنشتريه الآن، خيارات بحر 49 ريال. انا ما راح اوقف الفيديو لان في خيارات جميله. تبي الناعم، تبي الخامات النظيفه 49 ريال. النواعم 162 49. يا سلام، حنا في فرع نيو ماكس فرع الربوه، احنا اول في البناطيل 3 ستندات سعر موحد. اعطيك الان 3 ستندات اضافيه، يعني 6 ستندات 29 ريال. خيارات شاموا، ستريتش، سادات، نواعم، شجر، 29 ريال في نيو ماكس هالستاندات اللي تشوفونها قدامكم، تخفيضاتهم قوية. ستاند 70% 70%. الليجنز هذا مثلا بكم؟ 18 ريال 18. اللي هنا
17 ريال 17 الستاند هذا كامل 16 17 18 19 ريال كامل. أغلى شيء في هالستاند 19 ريال و70% على هالستاند. تطلع الدور الثاني النسائي يستقبلك على طول 70% هذا الستاند سعر لي. هذه التنانير كامل عليها 70%. مثال هذا ب 24 ريال استرتش طبيعي طبي. اللي بعده كامل ايضا هنا عندك مثلا مخترع عشوائي ب 23 ريال التنانير 23 ريال. عندك هاي الستاند 40 هاي 70 75 ب 22 ريال التنوره. هذا الستاند عليه 70% وايضا هذه البلايز عليها 70%. سعيد يصعب علينا ناخذ جميع التخفيضات في نيو ماكس. بحر 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 حرق الاسعار حرق من 40 الى 70%. استفيدوا في فروع نيو ماكس خاصه فروع الرياض اللي يبحثون عن الفساتين الميدي وباقل الاسعار 70%. مثلا هذا الستاند اي فستان ب 29 ريال. لا بعقلك هذا ب 29 200 وشوي فستان 29 ريال. يا بلاش اي نعم تناظرون وتقولون يا بلاش كامل 29 اللي هنا 70% اسعاره منوعه ولكن الخصم 70%. مثلا 52 قبل 176 52 ريال. خيارات عينكم فقط انا بحاول امشي حتى تشوفون الخيارات. يصعب علي اني اخذ كل شيء في نيو ماك صراحه. كامل 40% 70 و40% وهذا التخفيضات اللي عندهم. عدد مهول جدا من خيارات الفساتين وفساتين السهرات والاسعار فيها مخفضه 70 و40%. هذا الستان كامل اي فستان الخصم عليه 40%. كان 288 الان 172. يا سلام 172 فستان سهره. ابدخل على الفساتين اللي هنا. هذا الستاند مثلا 70%. اي نعم مثلا هذا خيار كان ب 128 الان 38 ريال. متخيلين 38 ريال اللي هنا بعد 40%. خيارات كبيره 70%. بنمشي حتى تشوفون الكم الهائل من الكميات والخيارات والموديلات والاصناف كلهم في نيو ماكس. هذا مجالهم من سنوات فيصعب علينا انه نستعرض لكم كل شيء. مثلا اللي هنا 70% من 221 الى 66 ريال. تناظرون وتقولون يا بلاش حنا في نيو ماكس. ابراهيم الان في قسم ليش اللانجري بدايه من القمصان الطويله والقصيره والبجايم والداخليات. مثال نبدا في هذا الستان القمصان الطويله تمام. هذا عندك 17 ريال. هذا عليه 70% 17 ستاند كامل 70% ستاند كامل 40% مثلا هذا كان ب 60 الان صار ب 36 الان ب 36 اللي هنا ب 65 الان صار ب 39 ريال 39 ريال. والخامه معروف نيو ماكس بالخامه ايضا اللي هنا 39. هذا ستاند يا ابو ابراهيم كامل موحد السعر 39. يا سلام تعال اختار يعني تفضل كل شيء هنا في هذا الستان 39. طب وتخيروا من الخيارات اللي تبغى. القميص الطويل الخامه النظيفه 39 زي كان 60 و80 وانت طالع. وش الاقسام اللي هنا؟ هذا قميص قصير ميدي زي هذا مثلا بالله عليك 16 ريال. هذا 70% ايضا يطلع ب 16 يحط الدولاب. يا سلام وش بعد؟ هذا الان كان 63 برضه ب 19 ريال 19 ريال وعندهم خيارات. اللي هنا 70% اللي هنا 40%. يصعب علينا نسعر كل شيء لكن كلها مخفض في هذه الستاندات بالتحديد. شوفوا يا جماعه اطقم البجايم اللي هنا الاسعار موحده الطقم كامل. شوفون الخيارات 29 ريال يا بلاش. وش بعد عندهم؟ 44 الستاند هذا 44 39 اللي هنا 39 كلها اطقم بجايم طبعا. وش بعد؟ 40% خمس ستاندات 40% اللي هناك وستاندين 70%. قسم النساء يا جماعة قسم كبير جدا 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 بحر. مثال يا إبراهيم هذا 59 صار الآن 35 هذا عليه 40% والخامة قدامكم. المعروف عن نيو ماكس أنه يجيب الخامات نفس البوتيك ومعروف ويبيعها بأسعار رخيصة جدا 40 إلى 70% على الأصناف اللي تشوفونها. أيضا هذا المثال بالله هذا عليها 40% ايضا 35 ريال. وايضا اللي هنا خيارات 70% مباشره من السعر حقيقي. هو حرق يعني في الاسعار زي هذا مثلا 48 ب 16 ريال يا بلاش 70% نيو ماكس والله يقضي عدد دولات كذا بس. وش عندكم هنا؟ قسم السباحه كامل
البناتي الولادي النسائي 40% على هالستاندات، وحتى هنا ايضا 40%. هنا ايضا نفس النظام. مثال، احنا ناخذ مثال على السريع، زي هذا ب 73 الان 43 ريال يا بلاش. اسم المواليد اللي هذه بكم؟ 9 ريال. جميعها 9 ريال فقط. هذه 70% وحتى انا في هذه الكميه 9 ريال. المواليد اللي هنا، اللي هنا 40%، 39، اللي هنا 29، 39 كامل. 39 خيارات كثيره جدا. 17 ريال. هذا الطقم ايضا خيارات كثير جدا، اللي هنا ايضا 39. هذا قسم المواليد، من كراسي، من سراير، من احتياجات المواليد بشكل كامل. قسم اللي هنا المواليد، مواليد الولادي وايضا الولادي كامل. يعني هذا عندك الان 40%، الجدار هذا كامل كان 39 23 ريال. ايضا اللي هنا 40%. طيب اللي عندك هنا الستاند 12 ريال، الستاند هذا كامل ب 12 ريال. تعال اختار بس 12 ريال، واللي بعده ب 14 ريال. قسم كبير جدا واسعار طقم كامل 14. عينكم على الخامه ايضا 14 ريال، وهذا ايضا 70% زي ما ذكرنا، اللي فيه البلايز وفيه الاطقم مشكل. تعال اختار. فون الريل اللي هنا وصل، هذه كانت 9 ريال ونفذت الكميات، وكميات تنزل عندهم 9 ريال فقط. 9 ريال. شوفون يا جماعه 9 ريال. 9 ريال. 9 ريال. خيارات خيارات خيارات. ويومي ابو ابراهيم هذا يتعدى عشان نرضي الجميع، لانه دائما الزبون يجي عندنا وين 9 ريال ما نلقاه، فيكون نافذ من الزبائن. طبعا شيء طبيعي 9 ريال ينفذ. هل اصناف المختاره عليهم 70% باذن الله تعالى على 9 ريال. ايش اللي عندكم هنا؟ الجزء الاول كان الولادي، الان نحن في جزء البناتي. البناتي الشيالات والفساتين هذه كامل 9 ريال. تسعة كانت ب 19، اليوم نزلناها ب 9 ريال فقط. هذا الستاند على 9 ريال. شوف خامات مصرية، وخامة المصري في القطن معروفة. هذا ايضا التركي الان من 27 و39 ريال. 27 39، 39 ايضا تركي معروفة يعني. يا سلام. 16 14 29، وخيارات كثير. الافرهول اللي هنا 16 ريال. طبعا هذا زي البيبسي، زي بس شغال على طول. 16 ريال الستاند هذا كامل و14 ريال. 16 و14 في هذا الستاند بالتحديد. صعب صعب يصور هذا كامل صعب. اللي عندكم هنا؟ هنا الأطقم هذه الفبنات، هي المواليد والفساتين أيضا المواليد كلها عليها 40%. في التنورة مع البلوزة هذه مثال، هذه 40% قبل 74 الآن ب 44 الآن ب 44 ريال. عندنا الفستان هذا الآن كان ب 36 الآن ب 21 ريال. يا سلام. يعني تيجي تتقضى قطعة قطعتين ثلاث أربع خمس ما توصل 100 ريال. وش اللي عندكم هنا؟ هذا الاستاند كامل لليوم الوطني، تيشيرتات وفساتين البناتية ب 9 ريال. القسم هذا كامل التيشيرتات هذه ب 9 ريال. 9 ريال فقط. التيشيرتات اللي هنا؟ التيشيرتات هذه كامل اللي هنا لليوم الوطني ب 19 ريال. اسم الولاد اللي هنا 40%. اي قطعه عليهن 40%. اطقم ترنجات بجايم مثال عندكم، يعني زي هذا التيشيرت 16 ريال. يا سلام. هذا التيشيرت مثلا ب 20 ريال كان 34 ريال. 40% 40% 40%. هذه الاطقم الترنجات مثال زي هذا مثلا كان سعره 69 الان 22 ريال 22 ريال، و40%. عندك هنا 70% كان عندنا موديلات ونفذت والان نعديها ان شاء الله. في اشياء كثير مثلا زي هذا الطقم ب 64 ريال كان 70% يطلع لك تقريبا 19 ريال. يا سلام. وش اللي عندكم هنا الاطقم؟ الطقم الشبابي هذا الطويل خامه طبيه كان اول ب 100 ريال الان ب 60 ريال الاستند كامل 40%. واللي هنا وشو؟ 18 سنة و 16 سنة الأعمار هذه الآن، هذا كان ب 91 الآن ب 54 ريال الخامة الطبية النظيفة عليه 40% الاستند هذا كامل. وش اللي عندك هنا في الأطقم؟ كان ب 74 ريال طقم شورت الآن ب 44 ريال، في منه عدة ألوان، الأبيض الموف والأسود والرصاصي. 40% على هالستاند. نعم، جميع الشورتات أطقم، في الرصاصي الفاتح وفي الغامض وفي الكت منه، شايف؟ الشباب يلبس من 6 سنوات إلى 16 سنة. وش اللي عندكم هنا الأطقم؟ الطقم الشبابي هذا الطويل خامة طبية كان أول ب 100 ريال الآن ب 60 ريال الستاند كامل 40%.
واللي هنا وشو؟ 18 سنة و 16 سنة الأعمار هذه. الآن هذا كان ب 91 الآن ب 54 ريال. الخامة الطبية النظيفة عليه 40% الاستند هذا كامل. وش اللي عندك هنا في الأطقم؟ كان ب 74 ريال طقم شورت، الآن ب 44 ريال. في منه عدة ألوان، الأبيض الموف والأسود والرصاصي. 40% على هالستاند؟ نعم، جميع الشورتات أطقم، في الرصاصي الفاتح وفي الغامض وفي الكت منه، شايف؟ الشباب يلبس من 6 سنوات الى 16 سنه. والستاندات اللي هنا؟ الستاند هذا طبعا البجايم الولادي جميعها عليها 40%، تتراوح الاسعار من 24 الى 19 الى 16. مثال هذا كان ب 36 الان ب 21 ريال طقم شورت. مثال ايضا هنا كان ب 33 الان ب 19 ريال يا بلاش. كل هالقسم قسم الشبابي ولا لا؟ قسم الولادي والشبابي، نعم قسم كبير جدا. وفي مثلا الترنجات هذه على الستاند كامل ب 29 ريال. البناطيل اللي هنا والترنجات 29. في الخامه الناعمه، فيه البارده، الخامه الطبيه، الاستريت في الطبيه، وكلها اوفر سايز المطلوبه في السوق و 29 ريال. 29 ريال، شوف الالوان. والبناطيل اللي عندك هنا هذه تتراوح طبعا القطن، وفي بديل الجينز، وفي الشورت منها، وفي الطويل. تتراوح اسعارها من 26 23 28 كامل، اغلى واحد 26 ريال عليه 40%. عليه 40% زي هذا كان 89 الان 23 القطن. وخيارات في الالوان ايضا زي ما لاحظنا، كلاسيك كمان اذا حاب كلاسيك زي هذا، بالله عليك شوف كلاسيك 29 ريال خامه ستريتش. يا سلام، حتى الرياضيه يا رجل، الرياضيه ب 11 ريال. يا سلام، 40% ومنها الوان ايضا، منه الوان ومقاسات. فساتين اللي هنا قسم كامل، فساتين طبعا قسم كبير جدا. هذا الفستان مثال عليه 40%، مثل هالفستان الان اشوف لك 81 ريال، كان 136 ريال. في له جميع المقاسات من 6 سنين الى 16 سنه. الفستان اللي هنا، الفستان اللي هنا ايضا كان 69 الان 23 ريال. هذا على 70 70% قدامكم. في منه الأطقم بنطلون بلوزة زي كذا، في منها عدة ألوان، خامة نظيفة، مثلا كان ب 120 الآن ب 36 ريال. 36 ريال خامة الاستريت معروفة هذه. أي شيء في هالستان 70%. مثلا شوف هالتيور بالله عليك كم؟ 128 الآن 38. يا سلام. ايش اللي عندكم هنا؟ هذا الفستان طبعا كامل، هذا الفستان كامل البناتي 70%. 70% مثال هذا، هذا التيور تمام، شوف قامة التفتة جميل جدا، كان سعره ب 112 الان 33 ريال. يا سلام والله يا بلاش. مثال ناخذ فستان ثاني هنا الان، هذا كم؟ 29 ريال. عشوائي الاختيار 70% على كامل الفستان. انت لازم تجي تختار، صعب انا اطلع لك موديل موديلين عشان يكون في مصداقية، نحن قاعدين نختار عشوائي. يا سلام، اختار من هنا مثال، اختار من هنا مثال، هذا ب 59 ريال عليه 40%. يا سلام، هذه الاستندات يا ابو ابراهيم كامل 9 ريال. فيها البناطيل وفيها البلايز وفيها الشورتات البناتية مشكلة، تعال اختار. والسعر موحد 9 ريال. الستاندات اللي هنا 70%. البناتي هاي طبعا بجايم جميعها مشكلة بجميع المقاسات من 3 سنين إلى 12 سنة. جميعها 13 12 14 18 19 ريال. يا سلام، تعال اختار. وقبل كانت 49 59 44 هذا سعرها الاساسي. يا سلام، وفي منها التركي والصيني والمصري. مع التيشيرتات اللي هنا اسعار قويه جدا، السعر يتكلم عن نفسه. 9 ريال انتهى الموضوع. قسم قسم الرجالي ايه؟ لعبتك. 9 ريال التيشيرتات في هذا الستان، طبعا اوفر سايز وخيارات واشكال، وفيه سادات، فيه الرسمي، فيه اللي هنا ايضا السادات بعد 9 ريال، لذلك اي قطعه على هالستاند على 9 ريال في نيو ماكس. اجمع القمصان والتيشيرتات اللي هنا، سمعني السعر. 19 ريال يا بلاش، 19 ريال خيارات واشكال، اوفر سايز، الرسمي، السادات، الوان، خيارات، موديلات على 19 ريال. 19 بس الان الستاند هذا واللي قاعدين نعبيه. يا سلام، 19 ريال عينكم حتى على القمصان الشاطئيه او الصيفيه، هذا تاخذونه بس ب 19 ريال. شوف يا جماعه، بديل الجينز الرسمي او بناطيل الاوفر سايز، السعر موحد، خيارات تشوفونها قدامكم 39 ريال، الوان قدامكم حتى الاوفر سايز هنا، والوان الترند موجوده وعلى 39 في نيو ماكس.
بناطيل اللي هنا وبديل الجنس 40%؟ 40% و36 ريال و39 ريال على كامل البناطيل هذه. بحد أقصى في هذا الستاند 39 ريال، يا 36 أو 39. جميع الألوان وجميع المقاسات متوفرة. عينكم، جميع الألوان المقاسات موجودة. كامل. الشورتات اللي هنا، القطنيات، عطني الأسعار. 29 ريال. 29 ريال وعينكم على الألوان والخيارات. 29. هذه القطنيات بالنسبة للجنوز اللي هنا الشورتات. 40% خصم. ال 40% خصم على كل نوع. 43 ريال. بالمختصر 43 بعد الخصم. جميع بناطيل الأوفر سايز الرجالية اللي هنا سواء الجامبو أو المقاسات الاعتيادية بالمختصر 38 ريال، حتى سوبر جامبو عندهم 38 ريال. يا سلام، 40% الخصم وألوان الترند وجميع الألوان. بسأل سؤال، أكبر مقاس في البناطيل؟ يعني أي أحد يعاني من وجود مقاساته أنت في نيو ماكس لا تتردد. يا ساتر، اقدر اتصل ثوب منه على عادي. 12 اكس هذا ولا كم؟ هذا 7 اكس. 7 اكس يعني يعتبر شيء وسط يعني. هذا السوبر جامبو 38 ريال اي بنطلون في هالستان. يلا حي خيارات البناطيل عندهم ما تخلص. هذه على كم؟ 33 ريال. 33 ريال الالوان والمقاسات، في اللي ابو جيب وفي اللي يجيك سادك. نظام الكارديو موجود، السادات موجود، اوفر سايز كلهن على 38 ريال وال40% قدامكم في نيو ماكس. هذا القسم الرجالي قدامكم نيو كولكشن، تشكيلات جديدة جدا من التيشيرتات، من البناطيل بجميع الأنواع، من الجنوز، من بديل الجنز، من الشورتات. يصعب علي أن أخذ كل هالقسم الرجالي كامل، لذلك اكتب في جوجل ماب نيو ماكس وتوجه لأقرب فرع وشوف الخامات بنفسك. عينكم على النيو كولكشن. شوفون هذا امتداد قسم الرجالي، أنا بحاول أمشي حتى شوفون كنوز، أطقم رسمية، هنا الخامات الطبية، القمصان والأطقم، شيء سحاب، أكمام، خيارات كثيرة جدا. سعيد هنا شغال على موضوع شنط السفر، يعني تيجي تقشقش من هنا وتخليك شنطة سفر. يا سلام، قسم الشنط اللي هنا فيه أطقم، فيه بالحبات، فيه المفرد، فيه الصغير، الوسط، الكبير، الأطقم الصغيرة أيضا. ما نحكم ترى الزبون، إحنا يبغى بالقطعة، يبغى الصغير، يبغى الكبير، يبغى طقم. يعني أغلب الناس يعطيك طقم، يقول لك لا هذا ينباع طقم عشان يجبرك تأخذ جميع المقاسات. أما في نيو ماكس اختار المقاس اللي يناسبك، الصغير، الوسط، الكبير، جميع المقاسات متوفرة. خيارات غير دارجة في السوق، يعني إذا جيت في المطار تعرف شنطتك مباشرة، لأن ما هو بدارج السوق. خيارات جميلة جدا ومنتقاة انتقاء. الأحذية الشرقية اللي هنا عطني التفاصيل. تحصى طبية، تخيل كان 58 الآن 17 ريال عليه 70%. 17 ريال هذا، 17 ريال مستحيل، هذا 17 ريال، هذا 9 ريال. 9 ريال، 9 ريال، أنت مستوعب؟ الأحذية اللي هنا 17 18 20 ريال، أنت مستوعب؟ هذا كله بعشرين، 17 18 20 17 18 20. هذا الأسعار والدعسة طبية يا سيا، واللي مطلوبة يعني. أنا أعتقد أنا لو واحد يدور الآن محتاج، هذه فرصة، فرصة والله. 17 18 19 20 ريال يا بلاش. الشوزات اللي هنا 19 ريال في خيارة، تخيل 19 ريال. الشوزات البناتية هذه 19 ريال. والشوزات الرجالية اللي هنا هذه 23 ريال. 23 ريال، اختار اي شيء يعجبك من هنا 23 ريال. بالنسبة للأحذية اللي هنا هذه السباسب الولادية تتراوح سعرها من 20 ريال و18 ريال ايضا و26 ريال. هذه كامل تختلف على حسب المقاس اللي عندكم هنا. هذه الشوزات كامل ايضا من 40% الى 70%، تشكيلة واسعة من الشوزات البناتية، تختلف اسعارها، بتتراوح من 20 25 الى 40 الى 50. اللي كان بمية صار مثلا 49، اللي كان وهكذا مثلا زيد 54 صار 44 والى اخره. الان تحتاجون للمدارس البناتكم مثل هذه، هذه فرصة بالاسعار المخفضة. 40% برضو الى 70% في الصنادل وفي الكعوب السهرة وفي الطبية العادية تبع الامهات، تختلف اسعارها 90 ريال توصل سعرها 49 ريال وهكذا 40% الى 70%. الشوزات اللي هنا 70%؟ اي نعم 70%. مثال مثلا زي كذا 109 كانت الان ب 32 ريال، خفيفة الوزن، تنفع للبنات المدارس، تنفع للطالبات ايضا، وايضا هاك
كامل السهرة عليها 40%. بالمختصر هذا قسم الأحذية عندهم، عندهم تخفيضات على عدة ستاندات 40% و70%، سواء النسائي الرجالي الولادي البناتي شبابي. هذا فرع حي الربوة. فون الكعوب اللي هنا بكم هذه؟ 9 ريال. 9 ريال. واللي هنا بعد 9 18 16. أغلى شيء هنا عارف بكم؟ 22 ريال. تعال اختار. يا سلام، في 9 في 12. أشوف 9. هذه 9 بعد 9 12. هذه عفوا 18 18 12 17. أغلى شيء هنا في هالستان 22 22. هذا كامل 9 ريال. هذه 9 ريال 9 ريال، مكتوب قدامكم 9 9 70% في هالستاند، وأغلى شيء 22.